حياكم الله مشاهدينا الأكارم وأهلا بكم في هذه التغطية. فبعدما استشعرت الجماهير حجم الخطر المحدق بالعملية السياسية ومسيرتها التي توقفت منذ اقتحام البرلمان والخراب الذي طال ممتلكات الدولة، انطلقت هذه الحشود مدافعة عن هيبة البلد والدستور لئلا يصله الخراب أكثر مما هو عليه، بعدما كانوا يأملون أن الحوارات ممكن أن تسهم بالتهدئة. تحولت هذه الاحتجاجات إلى اعتصامات مفتوحة إلى حين الوصول إلى نهاية ترتجى من التهدئة وحفظ البلد وممتلكاته من وصول الخطر إليه. وكذلك مشاهدينا، دون المساس بممتلكات العامة بمظاهر تحمي الدولة وتكون السور المنيع لمن يحاول الاعتداء عليها، تحولت إلى اعتصامات مفتوحة بحسب البيان الأخير للجنة التنظيمية ونصب الخيام إلى حين التهدئة وتلبية المطالب القانونية. ونبدأ هذه التغطية مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. هذه الحشود الملبية لنداء الإطار الشيعي الذي استنهض المؤمنين بالقانون وشرعيته للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها من التخريب، إذ وصل الحال إلى تعطيل البرلمان لأكثر من أسبوع بذريعة الإصلاح وقلع جذور الفاسدين وإخراجهم من العملية السياسية. جاءوا اليوم هؤلاء المتظاهرون بنسق سلمي ومنتظم، إيمانا منهم بما للدولة من هيبة يجب أن تحفظ. جاءت دعوات الإطار الشيعي الضامن لمصالح المواطن وحقوقه دعما للشرعية والديمقراطية في البلد دون المساس بممتلكات الدولة أو تخريبها تحت أي سبب كان، ليبثوا رسائل أهمها أن تضاد المظاهرات هي تنوع الآراء الموجودة هناك، وليس بالضرورة أن تكون مدعاة للعداء تجاه طرف معين، فهي تظاهرة شعبية انطلقت حشودها محذرة من مخاوف ترك البلد من دون حكومة طوال هذا الوقت. فبقاء البرلمان داخل دائرة المحتجين يرى أصحاب الرأي أنه أمر يؤدي لمنزلقات خطرة عندما تؤجل أو تتعطل جلسات البرلمان. أما ترك الدولة بهذا الهرج والمرج الذي خيم على الشارع العراقي له تبعات قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وبالتالي المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه الخطوات التصعيدية التي لن تهدأ إلا بتنفيذ مطالب التيار الصدري التي وصفها المتخصصون بالمستحيلة كونها لا تنسجم مع مواد الدستور وقوانينه. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الهاشمي، أهلا بكم دكتور، وكذلك ترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ قاسم العبودي، أهلا بكم سيد قاسم. أبدأ معك دكتور محمود، ما مدى أهمية النزول إلى الشارع في هذه المرحلة مقابل مخاطر تتهدد الدستور وربما بنية مؤسسات الدولة العراقية وتظاهرات أنصار الإطار الشيعي التنسيقي والجماهير تحولت إلى اعتصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، برنامجكم الموقر، مشاهديكم الكرام، ضيفكم الكريم الأستاذ قاسم العبودي، حياكم سيدي الكريم. متى تلجأ إلى التظاهر؟ نعم، التظاهر حق دستوري مكفول، ولكن أنت متى تذهب أن تتظاهر؟ عندما تشعر أن الحكومة أو الدولة بشكل عام لا تستجيب إلى مطالبك، فهنا يتم الإعلان وعرض هذه المطالب أمام الرأي العام، تتحول من قضايا آلية حكومية دستورية إلى آلية جماهيرية، بس بشرط أن تقع ضمن آليات الديمقراطية. لماذا؟ في حال أكو تقصير من الحكومة، نعم، بجانب معين، نعم، حتى بالدولة بشكل عام، أي جهة من جهات الدولة، أي جهة من جهات الدولة أو جهة الحكومة، من حقك أنت أن تتظاهر وفق ما هو موجود في آليات الجمهورية، أو حتى جهة سياسية، حتى جهة سياسية، نعم. فالآن نحن التيار الصدري على سبيل المثال احترم القوانين والأنظمة وآليات الديمقراطية، نعم، دخل
دخل الانتخابات بآلية ديمقراطية، حصل على 73 مقعد بآليات ديمقراطية، بس احتجوا الإطار عليها وقالوا مثلا أن هذه الانتخابات مزورة وكذا، لكنهم ذهبوا واحتجوا بتظاهرات على مدى 3 أشهر، لكنهم ملتزمون بماذا؟ والقضاء حسم هذا الموضوع. لكن حين ذهب الأمر إلى القضاء أعلنت المحكمة الاتحادية بأن هذه الانتخابات كانت غير مزورة، قضي الأمر، توقف الإطار، احترم القانون واحترم آليات الديمقراطية. حصل التيار وامتدح القضاء التيار الصدري وامتدحوا المفوضية وامتدحوا كل المؤسسات الدولة اللي أشرفت على الانتخابات. طيب بعد ذلك دخلوا إلى قبة البرلمان وانتخبوا رئيسا لمجلس النواب بآليات ديمقراطية. طبعا هذا كله ربما الإطار التنسيقي يعني ربما غير منسجم مع هذا الموضوع، ولكن عليه أن يحترم كل ما موجود. بقي محترم الآليات الدستورية والقانونية والديمقراطية. إلى أن أجوا أرادوا أن ينسحبوا، كان عندهم مشروع، يعني التيار عنده مشروع وهو الأغلبية الوطنية، وجد أنه من الصعوبة أن يحقق هذا الطلب. المفروض أن من يذهب ينتظر إلى حين مجيء دورة انتخابية جديدة تشريعية جديدة يحصل على الرقم اللي يريده، يعني مثل يوم 73 قد يحصل على 100 120 أكثر أقل، هكذا هي الديمقراطية وآلياتها. تنتظر، ما حصلت هالمرة حصل مرة ثانية. انسحبوا من من مجلس النواب بآلية ديمقراطية، قدموا استقالات وتم الموافقة عليها بآلية ديمقراطية. لكن عندهم أسباب لهذا الانسحاب من البرلمان، عندهم كان مطالب. لا لا، أنا أعني انسحابك بآلية ديمقراطية، يعني قدمت استقالة وتم الموافق عليها وانسحبت. طيب إذن الديمقراطية لم تتقاطع مع مشروعك، آلياتها كلها صحيحة. بعد فترة يرجع التيار إلى تظاهرة إلى الشارع. هذه العودة يجب أن تطلب طلباً يوافق آليات الديمقراطية وآليات الدستور حتى تبقى التجربة السياسية تسير بشكل موضوعي ومقبول لدى الجميع. هو احنا لماذا ذهبنا إلى صندوق الاقتراع؟ بدل أن نختصم الأمم، بدل أن تختصم حتى تحصل على السلطة، ذهبوا إلى صندوق الاقتراع ليكون حكماً. فإذا لما حكم صندوق الاقتراع بعد ما يجوز إحنا نقلب صندوق الاقتراع. طيب كل هذا كلامك يمكن دكتور محمود يعني أساسه اسم الدستور، اسم القانون، إضافة إلى العملية السياسية ماشية من 2004 حتى اليوم. بإضافة للدستور هناك العرف السياسي، هناك القانون، هناك الإجماع الوطني. طيب ممكن أن نذهب بكل هذه القواسم المشتركة من أجل مقابل فرض إرادة جهة سياسية واحدة على بقية الشركاء؟ هو هنا نتوقف. أنت عندما انسحبت بآلية، وهذا الشيء رائع، حسب للتيار الصدري أنه حتى عندما انسحب لم يسحب نوابه ويذهب بهم إلى حيث لا نعلم، لا، ذهب قدموا استقالة رسمية وموقعة من قبل واحد واحد ثم بعد لكن ذلك. لكن عذر المقاطعة دكتور، بعض الأطراف السياسية المراقبين أشروا أن هذا كان خطأ تكتيكي من قبل التيار الصدري. لا لا، أنا ما عندي خطأ، خطأ أنت تتحمله. يعني مثلا هل الإطار التنسيقي ما أخطأ في التعامل مع قانون الانتخابات الجديد؟ أخطأ. الدليل أنه اللي هم انتخبوهم 2,350,000 حصلوا أقل من التيار الصدري اللي عنده بس 850,000 صوت. ليش؟ لأنه ما عرفوا يتعاملون. فالخطأ أنت تتحمله، تحملوا الإطار غصبا عليهم. أرقام عالية وعدد مقاعد أقل، وأرقام أقل لدى التيار وحصل على مقاعد أكثر، هو تعامل بجانب الفني. طيب بحرفية. أنت لما تخطأ بحرفيتك أنت تتحمل، الإطار غصبا عليه يتحمل هذا الرقم اللي قبل به. إذن أنت عندما تجد أن الرقم غير مناسب إليك وانسحبت، تهب، انتظر دورة جديدة حتى تحصل على الرقم اللي تريده وعلى المخطط والمنهج اللي تريده. لا تذهب للشارع، لأن أنت من ذهبت للشارع معناها لغيت المشروع الديمقراطي بأتمه. لاحظ.
طيب اهلا بك مره اخرى سيد قاسم. يمكن اليوم كان اكو تصريح من المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي يقول انه لا يمكن ان تخضع القوى السياسيه بمجملها الى اراده واحده، اراده جهه سياسيه واحده تحاول لي اذرع الاخرين، والكل مدعو الى الجلوس الى طاوله الحوار من اجل الحوار والتفاوض. طيب يعني كيف يمكن للاطار التعامل مع اراده التيار الصدري بفرض رغبتها وإرادته أو مشروعة على الآخرين؟ التيار الصدري مو وحده حاليا بالساحة ولا الإطار، يعني هناك جهة سياسية، هناك مدنيين، هناك المستقلين، هناك أحزاب إسلامية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمتابعين الكرام في كل مكان، تحية للأستاذ الدكتور الهاشمي. حقيقة يعني نحن سبق وأن أشرنا ونوهنا أنه لا صوت يعلو على صوت الحوار، يعني مهما تعددت الفعاليات في الشارع العراقي سواء مظاهرات اعتصامات أي كان، بالأخير صوت المنطق والعقل يدعو الإنسان والأحزاب السياسية إلى مسألة الحوار. لا بد من الحوار، لكن اليوم حقيقة مع جل احترامنا للتصريحات يعني التي تصدر من هنا أو هناك، اليوم أعتقد مساحة الحوار بدأت تنحسر، يعني هنالك ركوب لموجة الرفض من قبل التيار الصدري برفض كل ما هو له علاقة بالحوار، يعني هناك استفراد، يعني يا أما أكون أو لا أكون. يعني الشباب يعني عندما اقتحموا البرلمان طبعا مناسبة يعني أضم صوت الأستاذ الهاشمي، قال كل العمليات التي قام بها التيار الصدري كانت وفق السياقات الديمقراطية إلى يوم اقتحام البرلمان واحتلاله من قبل أبناء التيار الصدري. حقيقة يعني نسفوا كل الديمقراطية التي ساروا أو كل الخطط الديمقراطية ساروا عليها من يوم انسحابهم إلى يوم استقالتهم إلى يوم رفضهم للإطار. يعني حقيقة كانت عملية يعني برأيي القاصر أنا عملية بربرية بشكل يعني فضح الشعب العراقي، لأن هناك إعلام معادي مغرض ينقل الصور البشعة من داخل البرلمان. حقيقة يعني العراق بلد الحضارات، العراق طيب. بلد الديمقراطية، طيب. بلد التحضر، طيب. يعبد مؤسسة تشريعية بهذا الشكل حقيقة. السيد قاسم، السيد الصدر معروف بحنكته وترويه وحكمته السياسية، لكن ليش حتى الآن هو غالق باب الحوار بوجه الأطراف السياسية الأخرى أو حتى الوسطاء اللي حاولوا يتوسطون أو أي مبادرة ما بين قوى الإطار الشيعي والتيار الصدري؟ يمكن أن تفتح هذه الباب قريبا؟ ومن اللي قال يعني التيار الصدري يعني بهذه المرونة وبهذه الشفافية؟ يعني سابقا يعني حوارات سيد الكريم شريك بالعملية السياسية، نعم كلها. شريك من سقوط النظام إلى هذا اليوم، لكنه للأسف الشديد كل الحكومات التي تعاقبت على المفصل العراقي كان التيار الصدري يوافق بصعوبة بالغة بعد أن يحاول ابتزاز بعض القوى السياسية من أجل الموافقة على الحكومة القادمة، وموجود هذا يعني ومثبت والكل يعلمه. طبيعة العملية السياسية التوافقية اللي كان التيار مشارك بها هي كل الأطراف كانت تتوافق بالصعوبة بعد أن تحصل على مكاسب سياسية أو غير سياسية، لكن التيار تمادى كثيرا وصل إلى مرحلة أنه يجب حل البرلمان وليس وفق القانون الدستوري. ليش وصل إلى هاي المرحلة؟ حقيقة هنالك استئثار يعني بالساحة السياسية العراقية، هذا أولا، ولديه خصومات مع بعض الزعامات العراقية، وانعكست هذه الخلافات بالسلب على المجتمع العراقي بأكمله. يعني الكل يعني هناك خلاف بين السيد نور المالكي والسيد مقدس صدر، وذلك يرجع إلى سنوات حكم السيد المالكي عندما قام بثورة الفرسان وكيف تعامل مع بعض الخارجين. هذا يؤشر بأنه خلاف شخصي بين قيادات سياسية، لكن ممكن أن نتأثر بمستقبل البلد ككل، ربما حتى مخاطر أمنية. هاي النجسة البشار، يعني يوم وصل الاصطدام إلى أبواب الخضراء، يعني لا يفصل بين المتظاهرية التيار الصدري ومتظاهرية الإطار التنسيقي سوى الجسر، عندما يكون هناك احتكاك يعني نسأل الله أنه لا يصل احتكاك إلى هذا المستوى. لذلك نقول أنه هاي الخلافات الشخصية بطريقة أخرى انعكست سلبا على الساحة السياسية العراقية، وكانت نتائج هذا الانعكاس هي اللي شو هسه بالشارع. لكن نرجع نقول أنه هنالك مؤثرات داخلية، وبالتحديد يعني في مسألة موضوع قادة الإطار، أنا أعتقد أنه بعض قادة الإطار سوف يذهبون صوب الحنانة وسوف تفتح الأبواب لهم. مراحة ومراحة سابقا
وحاليا اكو هواي اطراف من الاطار وغير الاطار تحاول انه توصل لسماحه السيد حتى يتفاوضون وياه يتحاورون وياه. يعني المجلس الاعلى مثلا اليوم في تصريحات يقول ان مطلبنا خارطة إصلاح حقيقية، وهذا يمكن يتوافق مع مطلب السيد الصدر، ولكن يردون يعني خارطة الإصلاح الحقيقية تنبع من مجلس النواب. نعم. ممكن أن تفتح باب الحنان لهذا الحوار؟ أنا أعتقد سوف يفتح الباب، لكون يوم أمس كان حقيقة التواجد الشعبي في الساحة التظاهر المضاد للتيار الصدري حتى كان يعني مبعث سرور، يعني حقيقة كان هناك تحشيد كبير وهنالك لقوى الإطار. نعم، الشعب العراقي. طيب أعداد كانت كبيرة، يمكن أكثر مما متوقع، أكثر من التظاهرات السابقة بكثير، وتحولت إلى اعتصام. نعم. شنو هي الرسالة المحددة اللي وصلت للأطراف الأخرى حتى تتجاوب وياها؟ أنه أولا عدد المتظاهرين وصل إلى أرقام يعني لم يكن يتوقعها السيد مقتدى الصدر وتياره. هاي بالنسبة للعدد. بالنسبة للعدد. الرسالة الأخرى والمهم في هذا الموضوع، تم إيصال رسالة أنه اعتصامنا مفتوح حتى يكون للشرعية وللدستور والأطر القانونية مكانها في الساحة السياسية العراقية. نحن أبناء الديمقراطية وقد دفعنا دماء كثيرة من أجل هذه الديمقراطية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك هذه الديمقراطية على الغارب ولكل من هب ودر. طيب، البيان كان هناك بيان ختامي لتظاهرات يوم أمس، بعدها صار القرار من اللجنة المشرفة على هذه التظاهرة، صار قرار بالتحول إلى اعتصام دكتور محمود. يعني كانت عدة نقاط، يمكن 8 نقاط أمامنا، هي الدعوة لتشكيل حكومة خدمة وطنية بأسرع وقت ممكن، دعوة أحزاب كردية لحسم منصب رئاسة الجمهورية، دعم الكامل للقضاء ورفض أي إساءة كون الركيزة الأساسية لنظام الدولة. ما مدى أهمية الحفاظ على القضاء في هذه المرحلة دكتور، وقد تعرض إلى تهديد مؤخرا؟ يعني إحنا من اعترض الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات وأكد مع بيانات دقيقة وعلمية أن هذه الانتخابات مزورة، أرسلنا شيخ المجاهدين وذو التاريخ الجهادي الكبير والرجل بالبصيرة والعقل الذي هو الحاج هذا العمل ممثلا عن الإطار بأجمعه أمام المحكمة الاتحادية، وبقي على مدى 3 أشهر يحضر جلسات، ولكن عندما جاء القرار بأن المحكمة الاتحادية أقرت أن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة وكذا، ماذا يعني هذا؟ لماذا عاد الحاج هادي العامري وقال بيجب رفع الخيام وانتهى كل شيء وعلينا أن نحترم الأهلية الديمقراطية وقرار المحكمة الاتحادية؟ يعز علينا شيبته ويعز علينا تاريخ الجهادي ويعز علينا كل الأدوات اللي قدمها، ولكن وإن كان غير مقتنع احترم القانون والقضاء وعاد إلى مكانه ورضي بالعدد الذي هو لا يساعد على شيء. أنت ما تريد تطلب شيء الآن، يجب أن تطلب شيئا مقبولا. يعني أنت ترفع عريضة إلى مديرك، ترفع تقول له ارفع راتبي، قد لازم تعرف هل الدائرة مالتك قابلة هذا الراتب، تقدر تعطيك اياه لو ما تقدر تعطيك اياه. اذا ما قدروا ان يعطوك هذا الراتب، على شنو رافع العريضة انت مسبقا؟ الان انا عندما اتظاهر كما يفعل الان التيار الصدري، تتظاهر على ماذا؟ اقطع الفساد. كيف انا اعود الى الاصلاح؟ كيف؟ اعطيني آلية حتى انا اشتغل عليها، حتى اقول مثلا انت عندك برنامج، انت الان خارج العملية السياسية بالكامل. طيب انت خارج العملية السياسية، اطلب ما هو مقبول حتى كما قلت قبل قليل حتى تجري عملية حوار. الان عندما يريد يحاورون يعني قيادات التيار، كيف يتحاورون؟ ما هي الآلية راح يتحاورون بها؟ حتى لو قبل الحوار راح يعني يأكدون بالحوار على ان يمشون ضمن الآليات الرسمية. ما من حقهم احنا كمواطنين وكشعب احنا صوتنا يجي واحد يقفز على كل هذه الذي صوتنا من أجله ولغرض مثلا الانحناء أمام تظاهرة أو الانحناء أمام موقف، هذا ما يحق له. الشعب راح صوت هذه أعداده، الناس النواب الجدد الذين جاءوا بدلاء محترمين بشيئيتهم بشخصيتهم. يعني يجوز آني، اسمح لي، يجوز آني الآن أقول يابا يجب أن يرجعون 73 من نواب التيار يعودون إلى مجلس النواب. شلون يرجع؟ طيب مثلا صار حوار، خلينا نفترض لازم ذولا البدلاء شو يسوون؟ يقدمون استقالاتهم
يجي البديل بعد ويجي هذا النوب قانونيا قانونيا شلون يجي الاصيل؟ اكو شيء بالدستور؟ قدم من تريد الطالب يا استاذ حتى كل مواطن مشاهد يسمعنا انت من تريد تطلب شيء اطلب شيء مقبول يعني حتى انا اقدر اتفاهم وياك على هذا الموضوع. تقول مثلا انا اريد عندي اصلاح راح يناقشوك على موضوع الاصلاح، كيف تحقق الاصلاح؟ انا اقترح عليك الان انتظر الدوره التشريعيه الجديده واتي برقم كبير يفوق الاخرين وبإمكانك أن تقيم المشروع الذي أنت ذاهب إليه. طيب. ما أنت أن تأتي. طيب قوى الإطار يمكن دكتور محمود ما عندها اعتراض حاليا أنه صار تعديلات دستورية تعاد الانتخابات، لكن أكو شروط يمكن السيد المالك بكلمته الأخيرة ما كان عنده اعتراض على إعادة الانتخابات وحل البرلمان، لكن طالب أنه يجب أن تكون وفق سياقات دستورية. تهر الصدر ليش معارض هذه السياقات الدستورية حاليا؟ مكتك من تي تطلب فتشي والآن أنت مرابط في داخل مجلس النواب. نعم ماشي على ماذا مرابط؟ تقول أريد انتخابات مبكرة. أنت ليش رحت على مجلس النواب اختاريته؟ لأن هذا هو المجلس بيت الشعب والذي منه تصدر الدساتير والقوانين والأنظمة. نعم. أنت احتليته. طيب شلون راح اني هسه اشتغل وياك؟ اطلع خارج مجلس النواب وحتى لو كانوا معكم موجودين كان باقيين 73 داخل مجلس النواب وبامكان هؤلاء ان يغيروا قوانين وانظمه وموجودين اخرين معك نواب، اما الان انت ان تحاصرني حصار وتشعر الاطار وتشعر بقيه الكتل السياسيه بانكم يجب ان تاتوا مرغمين للقبول بما انا ذاهب اليه. طيب شلون تقيم اليوم الشيخ صباح الساعدي يقول احنا لازم نسوي انتخابات نجري انتخابات وبنفس القانون الانتخابات بينما المحكمه الاتحاديه تقول لابد ان يتغير القانون هذا ومبكره ايضا قوانين مبكره. نعم. طيب انا كمواطن وكمثقف وكذا لما انت تجي تقول لي طيب شلون أنا أستلم هذا الموضوع؟ كيف أتلقاه؟ قطعا راح أتلقاه بطريقة تخالف القيم القانونية ولذلك البارحة التظاهرة التي خرجت مال لحماية القانون، لحماية الدولة، لحماية المؤسسة، لحماية الشرعية. هذا السبب لذلك كثروا هذا العدد. بالمناسبة يعني هذا العدد اللي إجى هذا العدد اللي هو قارب 60,000 هذا الرقم ما ممكن ان ياتون فقط جماعه الاطار يعني او من انصار الاطار. لا اتحققت اعداد كبيره. امس يعني اتهامات لهذه التظاهره التي تحولت الى اعتصام فيما بعد بانهم قد احضروا هؤلاء الجماهير ب 25,000 دينار يعني حتى يحضرون. معقول يعني؟ لا خوش نكته زين يعني اعداد كبيره أولاً يعني هو تكون اموال كثيره في هذه اولا الحالة. الكاميرات موزعه على كل التظاهره. واكثر من 12 الى 13 قناه تبث بنفس الوقت. بث مباشر. بث مباشر. هذا البث المباشر والكاميرا ما تعرف هسه هذا وين رايحه وهذا. نعم. مطلقه على الشعب كله. وين هذا اللي موزع؟ ما رصدت هيك الموضوع اطلاقا. طيب 60,000 كلهم انت وزعت لهم يعني واحد جاي يدفع له 25,000 هي ايش قد الكروه حتى يجي حتى يروح هذا عيب. يعني عيب تماما عيب، ليش عيب؟ لانه اليوم جاءت عشائر ونساء واجت مثقفين واجت اكاديميين وحضرت ناس كبار وصغار كلها ذات قيمه اعتباريه كبيره. ما يصير تهين هذا المجتمع بهذه العباره، هذه قضيه بها خارج القيم الجانب القيمي تفقده بها انت. كل تظاهره تطلع 60,000 جايين على مود 25,000 لو قناه العربيه الحدث البارحه تكتب جوا من هي تنقل وقائع التظاهره يكتب يقول هؤلاء التظاهرات الإطار التنسيقي المقرب من إيران. 60,000 طالعين بس من بغداد وكم نفر جون محافظات كلهم ذولا مقربين من إيران. هسه هذه لعد أنتم مقربين من إسرائيل عم إحنا مقربين من إيران ما يخالف بس أنت مقرب من الصهيونية أنت مقرب من إيران العفو من إسرائيل شو ما تستحي من الموضوع هذا من نقول لك أنت مقرب من إسرائيل دولة إسلامية على العين وعلى الرأس أنا وسهلا ما عندنا مشكلة بالموضوع. طيب. لكن تتقربني عن هذا. لذلك يا سيدي الكريم أنا أقول حتى الشعب يفهم هذا الموضوع يجب أن نعود شعبنا أن يحترم القانون
نعود شعبنا أن يحترم الدستور، نعود شعبنا أن يكون صندوق الاقتراع هو. الآن إذا رضخنا إلى مطالب التيار، هذا محور مهم أرجع لك إلى بعدين نفصل الدكتور محمود. لكن سيد قاسم، يعني السيد الصدر بتغريدة أخيرة دعا جمهور الإطار يعني بمحاولة الاستقطاب ربما إلى مشروع التيار الصدري، لكن ما تعتقد أن جمهور الإطار حاليا وحتى الجماهير التي خرجت بتظاهرة يوم أمس، يعني الصورة واضحة عندها أنه العملية السياسية أين تتجه وما هي المشاريع السياسية الموجودة والتضارب ما بين هذه المصالح؟ نعم، جمهور إطار حقيقة هو جمهور العراق، يعني هذه معلومة جدا مهمة، أنه ليس جمهور الإطار وليس جمهور الأحزاب. نعم هنالك مؤيدين لبعض الأحزاب، جماعة يحبون دولة القانون، جماعة يحبون المجلس الأعلى، جماعة يحبون غير بدر، باعتبار يمكن تابع لي أكثر من قوة. أحسنتم، لأن متعدد جهات مختلفة، لكن ما حصل يوم أمس حقيقة كان عراقا مصغر. يعني الجماهير التي حضرت إلى ساحة التظاهر يوم أمس في منطقة الكرادة حقيقة كانت عراقية صرف، وليس هنالك ميول لا شرقية ولا غربية كما تفضل سماحة السيد مقتدى الصدر في بداية تشكيل الانتخابات، قامت الانتخابات عذرا. ذاك سيد الكريم، اللي حصل يوم أمس حقيقة قلب الطاولة على بعض المتصيدين في المياه العكرة. ليش؟ يعني لأن أعداد تظاهرة أمس كانت كبيرة، يعني كانت أكبر من الجمهور وتظاهرة التيار الصدري. لا لا، الموضوع لا يقاس بالعدد، الموضوع مستعرض قوة وأعداد. بالعكس، أول الجمهور اليوم أمس جاء مستعرضا تمسكه بالشرعية، بالحكومة، بالأطر القانونية والدستورية، لم يخلق فوضى، لم يقطعوا شجرة، منظمة تنظيم دقيق. جمهور التيار الصدري أيضا بتظاهراته ملتزم ومنضبط وملتزم بتوجيهات القيادة. كريم، الصورة تطلع لنا من داخل البرلمان العراقي، هنالك يعني عذرا للمفردة حظيرة، هنالك يعني بعض تكرم الحيوانات، أجل الله السامع، بعض يعني المفردات غريبة جدا، يعني هنالك صور سيلفي بطريقة بشعة، يعني ما أعرف هنالك من يحاول نقل هذه الصورة من داخل مجلس النواب إلى العالم الخارجي حتى يحاول تصيد الشعب العراقي بأكمله، لكنه التيار الصدري لا يمثل الشعب العراقي بأكمله، وحتى الإطار التنسيقي، الإطار لا يمثل كل الشعب العراقي، الشعب العراقي شعب مكونات، شعب أعراق، مذاهب، أديان مختلفة. لذلك يا سيدي الكريم، تظاهرة يوم أمس أعادت البوصلة مرة أخرى، وأنا أراهن على هالمسألة باعتبار أنه ربما الأيام القادمة سوف تجبر الفرقاء السياسي والقوى السياسية على أن يكون هناك اجتماع لمجلس النواب القادم، ربما يكون في نفس البرلمان أو في مكان آخر يعقد هذا الاجتماع لترشيح اسم لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تكريس السيد محمد الشاعر السوداني لرئاسة الحكومة ويتم التصويت عليه. طيب، أيضا كانت يمكن من نقاط والبيان الختامي تظاهرات يوم أمس دعوة إلى تشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت ممكن وتكون قادرة على تلبية مطالب الشعب، لكن ممكن فعلا أن تشكل حكومة في خضم هذا المعترك ما بين الأطراف السياسية؟ بمجرد أن يعقد المجلس البرلماني جلسة واحدة سوف يصوت على رئاسة الجمهورية وسوف يصوت على رئاسة الحكومة، وراح يكلف مرشح التيار الإطار التنسيق. نعم، وبالمناسبة طيب، جل الخشية لدى طيب التيار الصدري تكمن بأنه ربما يكون محمد الشاعر السوداني سوف ينجح في الحكومة القادمة. طيب، هذا راح يخلي التيار الصدري ما يفرغ البرلمان، راح يمنع هذه الجلسة؟ لا، عندما يكون هناك انتخاب للحكومة وربما تكون في مكان آخر، يعني لكن عندما يكون هناك انتخاب الحكومة فسوف يفرغ البرلمان بالقوة. يعني لا، أرجع إلى هاي نقطة مهمة، ممكن أن تعقد الجلسة في مكان آخر؟ نعم، هنالك في أربيل. نعم، لا، ليس في أربيل، يعني في المكون العربي، ربما في الموصل، في كربلاء، في الأنبار، العراق واحد، لكن ربما تعقد هذه الجلسة خارج بغداد، لكنه هناك معطيات تقول انه يجب طيب ان تكون هذه الجلسه داخل البرلمان العراقي بعد ان يخرج من التيار الصدري. طيب، هسه ذكرت موصل او انبار. نعم، مناطق سنيه. نعم، يعني رئيس البرلمان السيد الحلبوسي متوافق ويا الاطار حول هذه الجلسه؟ السيد الحلبوسي حقيقه يعني هو واضح الرغبه، واضح الرغبه بعدم حل البرلمان. نعم، لا يحل البرلمان باعتبار انه ربما يفقد يعني الامتيازات التي حصل عليها
انعاد انتخابات مرة أخرى، لذلك هناك رغبة لدى الفرقاء السياسيين بيكون حتى المكون الكردي بمناسبة حتى المكون الكردي ضد فكرة حل البرلمان وعاد انتخابات وضد مرة أخرى. قضية تغيير الدستور أيضا أو تعديل الدستور، نعم، لأنه ربما يجي الدستور رجل واحد ويعاني نظام شمولي مرة أخرى والقاعدة الضرورة، وربما يذهب مرة أخرى الشمال يعني لاحتلالها بالطريقة البشعة أيام صدام حسين عندما كان يعني حقيقة فارض هيمنة كبيرة على المكون الكردي في شمال العراق، ويعني بين قوسين خانكم خنل شان، فهم الآن تنفسوا صعداء الحرية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال يوافق على تغيير الدستور حتى لا يعادون مرة أخرى المربع السابق. لذلك هو جماعة وطني على عدم تغيير الدستور بالطريقة الحالية. هسه ربما يعني تعقد اجتماعات قادمة للبرلمان والفرقاء السياسيين يجلسون تحت قبة البرلمان ويصوتوا على بعض التغييرات، وهذا حقيقة يعني الدستور لابد أن يرمم بين فترة أخرى. شوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديهم مجلس اسمه مجلس صناعة الدستور، هذا عبارة عن مجموعة خبراء بين فترة أخرى يناقشون الدستور، يعني تأثيره بالشارع الإيراني، عفوا تأثيره بالساحة السياسية، مدى تحمل المواطن، هناك عملية ترميم الدستور. لذلك يعني لا بأس أن يجتمع، لكن خلونا يجتمع أول مرة، خلي البرلمان يلتم تحت قبته ومن ثم الذهاب إلى عملية تصريح. خطر من هذه الجلسة التي ذكرتها، أعود لك دكتور محمود، يعني اليوم المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي يعني ذكر قضية أنه تعطيل المؤسسات الدستورية، حل مجلس النواب بطريقة قهرية من خلال لغة تهديد مؤسسات وغيرها، وحصر جميع الشركاء بخيار واحد. أعود لك للمحور اللي ردنا نتحدث به، فرض الإرادة، ماذا لو فرضت هذه الإرادة الصدرية على بقية القوى السياسية خصوصا الإطار الشيعي؟ شنو راح يكون مستقبل قوى الإطار ان تقبل هذه العملية؟ إذا وافقنا على ما جاء به يعني التيار من مطالب واللي هي يعني معظمها خارج أطر الدستور وخارج أطر الآليات الديمقراطية، قطعا ستصاب الديمقراطية بانتكاسة كبيرة وخيبة لدى المواطن. يعني الخيبة تقريبا موجودة أصلا عند المواطن، لكن ماذا عن جمهور قوى الإطار؟ اسمحي أحنا نحكي لك بشكل عام، حتى إذا أنت كنت جمهور الإطار بشكل عام، بشكل خاص عفوا، وبشكل عام أيضا المستقلين يعني المدنيين، حزب شيوعي، أطراف سياسية أخرى. شوف، الذي أوجد تجربة ديمقراطية لأول مرة بالعالم اللي هم الإغريق، ماذا قالوا، ماذا كتب أفلاطون عن هذا الموضوع؟ لا. قال هذا الصندوق وآليات الديمقراطية الهدف منها أن نجنب الحرب الأهلية. يعني أنت تصير حاكم، بدل ما أنت تسوي مؤامرة أو انقلاب حتى تروح تستلم السلطة، أكو صندوق، أكو صندوق أنت ترضى به وأنا أرضى به، وافقنا مثل ما يروحون نوبات بعشائر بكذا، هذه حتى يمشي قصة كلا الطرفين يتفقون عليه. هذا الصندوق أنت إذا قلبته ولغيته رجعت الحرب الأهلية. طيب هذا هذا رأي أفلاطون. سقراط أو أي أفلاطون؟ سقراط يمكن كان عنده رأي آخر. أيوة. إذا جبتها من جانب فلسفي، أنه صندوق أو الديمقراطية هو هو حكم الرعاع للدولة. بعدين صارت ورا ما قتلوا أستاذه سقراط وشاف الرون الرعاع هدوا عليه، انزعج، قال هاي لا، إحنا يجب أن تبقى يعني عنده نخب فقط، يعني هاي لاحقا سقراط. وحاليا هي النخب من تقود أو مو النخب، يمكن على عدد الأصابع من يقودون البلد الآن. يا سيدي الكريم، هنالك مشكلة قديمة، يمكن تحدثنا مع حضرتك في لقاء سابق، هناك مشكلة. يعني ما هي المشكلة بالديمقراطية؟ المشكلة بالديمقراطية أن صوت الفيلسوف وصوت راعي الغنم واحد، هاي مشكلة. طيب الآن راعي الغنم تقول له تنتخب من؟ راح يقول لك شيخ عشيرتي. شيخ عشيرته يفتهم ما يفتهم ما له علاقة بالموضوع. أما الفيلسوف راح يحسن الانتخاب أو الاختيار. طيب هذا واحدة من المشاكل. طيب الآن عندنا 12 مليون صار أمي بالعراق، ال 12 أمي إذا أريد ناخذهم إلى صندوق الاقتراع، شو راح ينتخبون؟ راح ينتخبون أميين مثلهم، فيمتلئ مجلس النواب بنواب أميين كما حدث لنا في هذه التجربة. أنك الآن متري تنتخب. طيب هنا عندنا مشكلة، نرفع مستوى الثقافة لدى المواطن
حتى يجري الانتخابات. يعني احنا كل سنه ينضاف عندنا عدد بالاميين والتجربه قائمه. طيب نمشي بتجربتنا راح نتفاجئ بهاي اللي شفناه هسه، اللي هو المواطن ما يعرف ينتخب من، يعني ما عنده ثقافه ينتخب من. وهذه يمكن اصبحت اغلبيه ساحقه بارادات داخليه وخارجيه لتسطيح فكر الانسان العراقي المواطن. أولاً اضيف لك استاذ بشر، ليس هنالك من تجربه ديمقراطيه في العالم هي نزيهه. الان في الولايات المتحده في النظم الغربيه، من الذي يهيمن على القرار؟ اصحاب رؤوس الاموال. ليش؟ لانه صاحب راس. تصور واشنطن بوست تمتلك الشركه. طيب هاي واشنطن بوست الان ايش قد تقدر تغير بالشارع الامريكي؟ كم زعيم تقدر تسقطه؟ الان بالولايات المتحده اكو مشكله. امريكي وحتى عربي وعربي ممكن دولي. تمام؟ طيب. وحده هي اللي اشتغلت على مال القاشخشي اخو. الان بالمجتمعات نحن المال الخارجي، يعني السيد حسن نصر الله ماذا قال؟ قال احنا من 2006 الى الان انفقت امريكا والسعوديه من اجل تدمير حزب الله 30 مليار. طيب كل دوله تمتلك 30 مليار صرف على حزب في الجنوب حجمه هذا الصغير اللي هو بلبنان كبرها، على حزب واحد انفقت هذا الاموال. طيب في تجربه سياسيه مثل العراق تتدخل لو ما تتدخل؟ ولذلك التصور الانتخابات الامريكيه متهمه بان روسيا وايران دخلوا بها. فاذا حتى المواطن يفهم ليش احنا حريصين على اليات الديمقراطيه، نقول خلينا ناسس على شيء صحيح. الان اذا وافقنا التيار الصدري على مطالبه اللي هي كلها خارج نعم. والتيار ايضا عنده وجهه نظر، سمحت السيد عنده وجهه نظر انه من 2003 2004 حتى اليوم الاليات اللي اعتمدناها والعرف وحتى الدستور باخطاء، والدليل انه تردي واقع ممتاز. الخدمات والفساد وغيره ممتاز. والرجل عنده مشروع حاليا اصلاحي. طيب وين يريد يحققه؟ اسمح لي يعني بالشارع نجيبه؟ نجيب ناس من الشارع ويهدون علينا المجلس النواب حتى يغيرون الدستور؟ لو اني اقعد عندي 73 مقعد ربما بالدوره احصل 100 احصل 120 وانا من داخل مجلس النواب غير الدستور، مو احد الشارع عجيبه غير الدستور. مو انت طيب. من الان تفرض الشارع على قرار على الدستور وعلى التجربه الديمقراطيه بعد ما حد يروح انتخابات. مو دكتور انت قلت قبل قليل انه الديمقراطيه بها مشاكل، ربما الديمقراطيه عندنا وحتى في بعض الدول باختصار اذا تسمح. اي ما فرق انا وابن محمد لا معدي نفس المحور حتى يدخلوا يانا بالنقاش. الان اذا اردنا نروح وافقنا كل التيار على ما هم طالبون. طيب. راح تصير انتخابات اخرى. راح المواطن يقول انا ما اروح. راح نقول له ليش ما تروح تشارك بالانتخابات؟ كل انتخابات يقول اخوي رحنا وخلى وطال الناس طلعت تظاهره ولغت كل مشروع اللي احنا هم يطلع، باشر اللي طار ما عجبته الارقام اللي طلع عليه، طلع تظاهرات ضخمه ودخل المجلس النواب والمنطقه الخضراء ولغى كل الانتخابات، بعد احد يروح انتخابات؟ لا. فاحنا من مو كاتلنا هسه هذا الجهه وهاي الجهه، احنا نريد طيب. الان ان نحافظ على التجربه الديمقراطيه. الحفاظ على التجربه الديمقراطيه رغم المشاكل اللي ذكرها دكتور محمود، يعني رغم كل هاي المشاكل بالديمقراطيه سيد قاسم، لكن العراق قدم تضحيات جسام، قدم دماء كثيره من اجل الحصول على الديمقراطيه وتحقيقها. الأكراد آلاف الضحايا والشهداء عندهم بمقارعة النظام السابق. الوسط والجنوب قدم عشرات أو مئات الألوف، الأهوار وغيرها والشعبانية وغيرها والتيارات اليسارية أيضا مئات الآلاف، يمكن حتى الحزب الشيوعي مئات الآلاف يعني من الوطنيين والإسلاميين وغيرهم أزهقت أرواحهم وسالت دماءهم من أجل الديمقراطية. بالأخير ممكن يعني نضحي بها أو نخسرها بإرادة سياسية لجهة معينة؟ أطلاقا يعني ما لا يمكن بأي حال من أحوال التفريط بالديمقراطية التي يعني كل أطياف الشعب العراقي دفعوا الأنهار من الدماء حقيقة يعني من أجل إقامتها، فلا يمكن يعني تركها بهالشكل هذا. اليوم الصراع الحقيقي على الديمقراطية وكيف الحفاظ على الدولة ومتبنيات الديمقراطية. يعني صح البارحة طلعوا جمهور الإطار، قبلها طلعوا جمهور التيار. المتظاهر اليوم المنتفض في الشارع يحاول إمساك ما تبقى من هذه الديمقراطية. يعني فعلا كما قال الأستاذ الهاشمي، يعني الناس طلعت انتخبت والنتيجة أنه
بعض البشر طلعوا بالشارع انقلبوا على الدستور وعلى الديمقراطية وسقطوا على الانتخابية. مرة أخرى هذه الانتخابات، يعني أنا انتخبت ممثل عني، أنا 100,000 شخص رشحت واحد بالنيابة عني، يجي سين وصاد من الآخرين يسقط لي هاي العملية ويذهب بمرشحي بعد. ما أؤمن بالديمقراطية، والديمقراطية غير صحيحة. هناك مسألة جدا مهمة، وجود المحتل الأمريكي في الساحة السياسية العراقية طبعا أذكى هذه المشاكل وأضاف كثيرا على هذا اللي يصير حاليا بالشارع العراقي. يعني لولا تدخل السفارة الأمريكية وبعض الأطراف الخارجية متمثل ببلاسكارت وغيره وبعض أدوات الداخل لما وصلنا إلى هذا الحال. يعني السيد مقتدى الصدر رجل وطني، يعني هذا نقطة على السطر لا يمكن نقاش فيه. حتى الصدريين، يعني الصدريين سيد قاسم الصدريين قاتل الأمريكان، مو حقهم يريدون إصلاح، يريدون خدمات، يريدون محاربة فساد، وده يشوفون أنه الديمقراطية ما حققت هذا الشيء. حقهم، لكنه وفق الأسس والأطر القانونية تحت قبة البرلمان عندك 73 نائب أنت. يفترض إذا يعني لم تكن هناك تحالفات مع الآخرين في التحالف الثلاثي سير معارضة، وقف أي مشروع تحس أنه ما يقدم للشيء المواطن. يا أخي أنت جيت للسلطة وللعفو للبرلمان وعندك 73 مقعد، أنت بإمكانك أن تغير كثير من المعطيات في القرار السياسي البرلماني. أنت أول انسحبت تركت الساحة وتريد ترجع مرة أخرى بهذه الطريقة، حقيقة هذا غير مقبول ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بما يريده التيار الصدري. يعني حقيقة أنا أظن يعني لدى التيار الصدري شح بمسألة المستشارين القانونيين. يعني لا يمكن حل البرلمان بالطريقة هذه، يعني القضاء العراقي لا يمتلك مادة قانونية واحدة من الممكن أن تحل البرلمان العراقي. البرلمان لا يحل إلا بطريقة واحدة وفق المادة 64 من الدستور، تقول البرلمان يحل نفسه بنفسه باعتبار أنه ثلثين يقدمون طلب الرئيس الجمهورية ومن ثم يذهبون إلى حل البرلمان. طيب. أما القضاء مثلا فاق زيدان، أستاذ فاق زيدان يقول يلا حل البرلمان خلي يروح، ما في شيء يعني بكل الديمقراطيات والدساتير العالمية. فإحنا شلون نقفز اليوم على الديمقراطية اللي دفعنا دماء ودفعنا تضحيات كبيرة من أجل نجي فلان وعلان ويحتلون البرلمان ويقول لك يلا سقطوا البرلمان وإحنا نريد هذه العملية. حقيقة تريد تغير؟ نعم هاي الساحة السياسية موجودة، ادخل بانتخابات مرة أخرى، اترك هاي الدورة البرلمانية سنة سنتين، اعطيها مساحة زمنية. إن أخفقت هذه الحكومة القادمة نحن معك من أجل التظاهر وإسقاط أي حكومة لا تقدم خدمات الشعب العراقي. حق الشعب العراقي عانى كثيرا، ويجب على أي حكومة قادمة أن تضع برنامج خدمي واضح للمواطن العراقي، لأنه المواطن ذاق الأمرين، كان متقاعدا موظفا عاطا على العمل. يعني لهذه اللحظة ملف الطاقة الكهربائية بالسفارة الأمريكية، لدينا ملف الحقيقة التداعي الأمنية بيد السفارة الأمريكية والدواعش. هذه المعطيات والإرهاصات يجب أن تنحسر ويكون هناك برنامج حكومي واضح للحكومة القادمة، حتى من الممكن أن نقول فعلا البرلمان العراقي قدم لنا حكومة واضحت الأهداف وواضحت المشروع. لكن بهذه الطريقة تحتل البرلمان وتقعد تقول لازم أسقط العملية الديمقراطية، هذا مرفوض، ولا أعتقد هناك أي مسوغ لا قانوني ولا دستور ولا حتى أخلاقي يبيح لك أن تسقط البرلمان بهذه الطريقة. طيب نقطة أخيرة ربما هي الأهم دكتور محمود عند الشارع العراقي، قضية رزق المواطن، الرواتب. أكو بالأسبوع الأخير صار حكي أنه الرواتب الحكومة ما راح تقدر تأمنها باعتبارها تصريف أعمال وما عندها موازنة، ما راح تقدر تأمنها بالسنة القادمة. يعني في هذه الحالة ما مدى خطورة الشارع على العملية السياسية والنظام السياسي صحيح والجهات السياسية؟ صحيح هذا يقع على كلا الطرفين، يقع جانب من عنده على التيار وجانب من عنده على الإطار. ما هو على الإطار باعتبار هي الكتلة الأكبر أن تحترم المواقيت الدستورية. راح يقول ما عندي مكان محتلينه، أقول لك الدستور يبيح لك أن تجتمع وين ما كان، حتى لو بالشارع تجتمع. هذا ربما يدفع التيار لتصعيد احتجاجاته. عشان حكي هذا ليش طلع التظاهرة إذا أنت خايف من التيار وخايف من احتجاجاته؟ أولا الشعوب تطلع تظاهرات. لا أكو نقطة أهم، يعني يمكن كل القوى السياسية الإطار وحتى التيار الصدري يضعون يعني قضية السلم الأهلي بالمقدمة، ودعوات الإطار واضحة إلى التيار بالحوار. لا ما يصير إحنا نجري تصعيد من السلم. قال لك التيار الصدري يذهب إلى القتال، يعني مو قتال، لكن إذا صارت جلسة في مكان آخر ومر تمرير رئيس الجمهورية والحكومة يحتاج لا شالوا توسية ولا شالوا سلاح ولا هدوا، حتى من احتلوا مدس النواب قعدوا بي
فإذا هو ما ذهب إلى قتال حتى أنت تقول يعني سلم أهلي وما حد لأنه ده يشتغل لك بفهمه للتظاهرة بهذا الشكل. سلمي ما عنده يعني تظاهرات البارحة الإطار على الأبواب، ليش ما دخلوا الإطار وليش ما راحوا التيار؟ أكو قيادات يعرفون قيمة هذا الموضوع. إحنا الآن في البيت الواحد، هذا من جماعة التيار وهذا من جماعة الإطار. طيب إذا بنا العائلة تبالش وكل البيوت متروسة أسلحة، هاي شلون حكي لها؟ أكو عقل يعني كل. لذلك على الإطار واجب دستوري إذا مو كفء لهذا الموضوع أن يترك الساحة، روح احترم المواقيت، روح اجتمع وشكل حكومة. هسه هاي حكومتك ما نجحت، خلي يطلع التيار عليها ويسقطها، من حقه. أنت من حقك تسقط حكومة، لكن ما من حقك تسقط دولة. التظاهرة بضرب كل القيم الدستورية معناه أنت ذاهب لإسقاط دولة، تيجي تعيد العملية السياسية إلى الصفر، هذا ما يجوز. لذلك نقول احترموا روح إلى حتى تصير شكل حكومة، حكومة عليكم مسؤولية، لازم تطور رواتب للناس، لازم تضعون رئيس وزراء جديد. ما دام جتكم المسؤولية، أما المسؤولية ما بها تحديات، لا تحديات مستمرة عليك. لا مثل ما طلع، شلون قدرت تطلع لعد هاي التظاهرة؟ طلعت هاي كل التظاهرة 3 ساعات 4 ساعات دعيت العالم، الآن أنت عاجز أن تقيم لك جلسة؟ لا، أقيم الجلسة وأمام الشعب موجود. من يريد أن يهاجم الدستور، من يريد يهاجم جلستك، من يريد ما تشكل حكومة، على الأقل عذرك عندك تقول يابا أريد أشكل حكومة وصار هجوم علي. وهذا الكاظم قاعد لا يحل ولا يربط، القوات الأمنية لا تحل ولا تربط، قاعدين بس ندفع لهم رواتب، لا يدافعون عن مؤسسة، لا يدافعون عن حكومة، بس حاطين جيبه. لا ظلت دائرة ما احترقت، لا ظلت مؤسسة ما احترقت، لا كذا. وإحنا ندفع لنا مليون من المنتسب من قواتنا الأمنية، ندفع لهم رواتب وأهلك والميزانية وبلا فائدة، لا دفعوا الضرر عن الموصل ولا دفعوا تركيا. لا لكنهم قدموا تضحيات أيضا وشهداء بأعداد كبيرة. كل القوات الأمنية دكتور محمود، شنو قوات أمنية؟ أنا قدموا تضحيات يعني بجانب الحشد الشعبي وكل القوات الأمنية قدمت تضحيات، لكن الموضوع حاليا بعيد يعني تحاول أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع السياسي. شلون تنهي؟ لا تدخل يعني طيب يعني بجانب طرف على حساب طرف آخر؟ على حساب طرف أنا عندي آليات، آليات يجب أن تحترم. هاي مؤسسة مال الدولة، يعني هو الرجال قابل يجي يقتلك ويطوب أبو التيار؟ ما يقتلك، أوقف بالباب، لكن أنت سمعت له. أنت والقائد العام القوات المسلحة، وأنت اللي شوهت التجربة الديمقراطية، قد الناس ما عندهم رغبة أن يطبون بالداخل، لكن لقوها بوجههم ما يطبون طبهم. الشكر جزيلا لك مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود الهاشمي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر لكم المحلل السياسي الأستاذ قاسم العبودي، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.